أهلا بكم جميعا في الفيديو رقم 16 من دورة تعلم برنامج الريفت المعماري 2024. لو عندنا مشروع زي اللي قدام حضرتك ده، عبارة عن مجموعة من الحوائط وعايزين نعمل حصر للحوائط دي، يا ترى نعمل الكلام ده ازاي؟ هو ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. ايه هي طريقة حصر الحوائط في برنامج الريفت المعماري؟ أول خطوة هنعملها، طبعا عندنا مجموعة من الحوائط بأشكال مختلفة وأبعاد مختلفة. كل اللي عليك تعمله اول خطوه هنبتدي وليكن نختار الحيطه دي ونقول له كليك يمين سيلكت اول انسنت فيزابل ان فيو، هيختار لك كل اللي زيها. خش على الايديت تايب، تعالى في الاسفل كده هتلاقي حاجه اسمها تايب مارك، ادي رقم للحيطه دي او ليبل، وليكن انا هسميها W1، يعني حيطه واحد، عربي او انجليزي براحتك، انا هسميها W1. قول له ابلاي اوكي. تعال على اللي بعدها، قول له كليك يمين سيلكت اول انيسنس انفيزبل بهذا الشكل، ادي التايب، تعالى في الاسفل عند التايب مارك وقول له DW2. المفروض طبعا انك بتعمل الكلام ده من الاول، يعني ابلاي اوكي. تعال على اللي بعدها، كليك يمين سيلكت اول انفيزبل فيو، ادي التايب، وتعالى عند التايب مارك وقول له DW3، ابلاي اوكي. تعالى على دي، كليك يمين انفيزبل فيو، ايديت تايب W4، هي اوريدي تبع W2 مفيش مشكله. تعالى على دي مثلا، كليك يمين انسنس فيو بهذا الشكل، ايديت تايب، هتلاقيها عند التايب مارك W4 بهذا الشكل، ابلاي اوكي. تمام. بعد كده تعالى عند الانوتيت وقول له تاج اول، هيتفتح لك هذا المربع، انزل في الاسفل هتلاقي حاجه اسمها وول تاج، علم تشيك، قول له ابلاي اوكي. هتلاقي ان كل الحوائط اللي احنا رقمناها من الجدول دي الليبل بتاعها ظهر على الحوائط. ممتاز ممتاز، بس انا شايفها كبيره، اختار اي واحد منهم وتعالى هنا كده هتلاقي في نوعين، اختار 8 مللي عشان تصغر شويه. اختار اللي بعدها، اقول له كليك يمين سيلكت اول انيسنس فيو، خليهم كلهم 8 عشان يصغروا مره واحده بهذا الشكل. تقدر انك تحركها مفيش مشكله خالص بهذا الشكل، تتحكم فيها براحتك، يعني ده مجرد مسمى للحائط فقط لا غير. ممتاز ممتاز. تعالى دي كمان حركها. اخر خطوه هنعملها ان احنا بعد كده هنروح ل سكادجول كوانتيتيز، انه كليك يمين، قول له كليك يمين نيو سكادجول بهذا الشكل، انزل في الاسفل هتلاقي فيه وول عشان نعمل الجدول، اختارها قول له اوكي. هتفتح لك هذا المربع، تعالى كده اختار اول حاجه معايا الاريا، احنا عايزين الاريا بتاعت الحوائط دي، ودوس على السهم الاخضر ده هتروح الناحية التانية. ممتاز. تعالى انزل كمان، هتلاقي التايب مارك، اختاره ودي الناحية التانية. الحجم اختاره ودي الناحية التانية. عايزين السمك ودي الناحية التانية. ممتاز ممتاز. عايزين الهايت ودي الناحية التانية. عايزين ايه؟ النوع، نوع الحيطة، ماشي مش مشكلة. يعني هنبدا نختار من هنا كده كل الحاجات اللي احنا ايه محتاجينها. لو في حاجه تاني ممكن ناخد اللينس ودي الناحيه التانيه. تقريبا ان هم دول الحاجات اللي انا محتاجهم. اول ما تخلص قول له ايه اوكي، هيتفتح لك مربع، هيتفتح لك هذا المربع. المربع ده بمنتهى البساطه فيه كل البيانات اللي احنا محتاجينها. الاريا 134 اللي هو ايه W1، W1 98، هتلاقي نوع الحيطة اللي احنا سميناه الفوليوم، هتلاقي سمك الحيطة، هتلاقي طول ارتفاع الحيطة، هتلاقي طول الحيطة، هتلاقي نوع الحيطة الطيب. طب عايزين نرتب الجدول ده، هنروح عند البروبرتيز هنا هنلاقي فيلد، اضغط اديت وتعالى وليكن اول حاجة عايزينها تايب مارك، اختارها، هتلاقي في اب هنا طلعها لفوق. بعد كده مثلا عايزين الويتس،
طلعها بعدها. عايزين الفوليوم طلعه بعدها. اسف اللينس طلعه فوق كده ممتاز. وعايزين الاريا الهايت، بعد كده الفوليوم، بعد كده الاريا، بعد كده ايه النوع. قول له اوكي، هتلاقي الجدول ترتب معاك. بقي عندك التايب مارك، بعد كده الويتس، بعد كده اللينس، بعد كده الارتفاع والحي والاريا وكمان نوع الحيطه. طيب عايز اسمي الكلام ده بالعربي، اجي هنا اضغط دبل كليك اسمي عادي بالعربي مش مشكله، اختارها اهو جدول حصر الحوائط. تعالى عند التايب مارك سميه هنا النموذج وليكن هنا السمك، هنا الطول، هنا الارتفاع، بعد كده الحجم، بعد كده المساحة، هنا نوع الحائط. عايز تكبر المسافات دي كبرها مش مشكلة اهو. بمنتهى البساطة عندك النموذج، السمك، الطول، الارتفاع، الحجم، عندك المساحة بتاعت الحائط، بتاعت كل حائط، عندك كمان نوعه، نوع الحائط ده ايه؟ طوب احمر، طوب ابيض، تقدر تسمي الكلام ده بالعربي. ممكن كمان ان انا ابتدي اختار كل الخانات دي بهذا الشكل، واقول له عند الفونت هنا اللاين سنتر، خليها لي في المنتصف. تعالى على الخانة اللي بعدها دي واقول له اللاين سنتر، كمان الفونت خليه بولت، اوكي، تلاقي الكتابه معاك تخدم بهذا الشكل. يعني تقدر كمان تنظم الجدول بتاعك زي ما انت عايز. يبقى دي كده بمنتهى البساطه طريقه حصر الحوائط في برنامج الريفت. طيب ممكن تعمل حاجه تاني، انا دلوقتي عايز اعرف دبليو واحد دي الاولانيه تبع مين. لو ضغطت عليها كده ورحت الليفل 1 هتلاقيه بيديك كده ايه هايلايت، بيختار لك الحيطه. طب الحيطه اللي بعدها عايز اعرفها، تعال اختارها، روح على الليفل هتلاقيه ايضا مختارها لك اهي في الاسفل. يبقى دي كده بمنتهى البساطه طريقه حصر الحوائط في برنامج الريفت المعماري. عرفنا ازاي ندي ليبل، عرفنا ازاي نعمل جدول لحصر الحوائط في برنامج الريفت. يا رب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، اشكركم، نلتقي في فيديو اخر باذن الله تعالى. ما تنساش الاعجاب، ما تنساش الاشتراك في القناه، ما تنساش مشاركه الفيديوهات لاصدقائك لتعم الفائده.